أستاذة جنات بن عبد الله، تونس من الدول التي ترتكز عليها المبادرة الإيطالية، وهنا الكثير من الخبراء والمتابعين يرون من يربط هذه المبادرة بأنها وجه آخر لفرض شروط معينة على تونس مثلا في ميدان الهجرة الغير الشرعية، وأن الخطة وجه معين لخلفيات سياسية هي تحويل تونس مثلا إلى قواعد خلفية لعدم تدفق المهاجرين غير الشرعيين. نعم، في البداية لابد من وضع كل هذه المبادرات في إطارها يعني الحقيقي ومن زاوية تختلف عن الزاوية التي قدمها ضيفك الكريم. سيدي، يعني بعد الحرب العالمية الثانية تم تقسيم العالم إلى قوى عظمى وقوى يعني ودول نامية وناشئة ويعني في طريق النمو. نعم. ولكن يعني بعد ذلك جاءت الصين في نهاية تسعينات القرن الماضي وأخذ يعني الخارطة العالمية، بدأت تتشكل في اتجاهات يعني معينة، هناك مواجهات، هناك صراع نفوذ على كل. إذن عندما نقول تم تقسيم العالم إلى قوى عظمى صناعية متقدمة تمثلها يعني إن صح التعبير مجموعة دول السبع، والدول الأخرى التي خرجت من الاستعمار، ولكنه يعني هذا الخروج كان خروج يعني صوري، ولكن في الحقيقة بقيت العلاقة بين الدول التي كانت مستعمرة والدول التي استعمرتها أخذت شكلا آخر، وتم التنصيص على هذا الشكل في معاهدة روما لسنة 1957 المؤسسة للمجموعة الاقتصادية الأوروبية. إذن مفهوم الشراكة بدأ منذ ذلك التاريخ وقبل ذلك، والمقصود بالشراكة ليست الشراكة التي يعني نتخيلها نحن ونتصورها نحن، ولكن هو اسم فضفاض ولكن يخفي يعني بين طياته ألغاما وسموما. إذا العلاقة بقيت بين القوي والضعيف.